وينظر المراقبون باهتمام كبير لمبادرة الرئيس مسعود بارزاني في عقد اجتماع الحنانة لإقناع الجميع بأن الحلول العراقية هي الأكثر استمرارية وتجانسا مع متطلبات المرحلة المقبلة، وأن القرار سيظل عراقيا وقد طوينا صفحة التدخلات الخارجية، والحل يأتي من الداخل حسب وصف عرفات كرم مسؤول ملف العراق في مكتب بارزاني. ويقول المراقبون أن الاجتماع رمى الكرة في منتصف ملعب البيت السياسي الشيعي ليتفق قادة الإطار على مخرجات بديلة تضمن مشاركة الجميع في إدارة المرحلة المقبلة بعيدا عن نفوذ رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي الذي قد يبادر شخصيا لرفع الحرج عن الجميع بإعلان عدم تنافسه على أي منصب في الحكومة المقبلة شرط ضمان عدم تسويق اتهامات لاستهدافه الشخصي.